السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سي أو سي راي مقطع تحديات جديد. تحديات الأسبوع الثاني من سيزون التاسع، وأسف لأني تأخرت، كنت أفطر ونومي خربان. حاب أقول لكم إني بسوي جيف أوي على 100 دولار اليوم بحساب الانستغرام، ويب 100 دولار بتلاقوا رابط في الوصف. واليوم بنشوف شرح لكل التحديات. لا تنسوا لايك على المقطع، وأهم شيء اللي حاب يدعم القناة تقدر تحط كود المتجر سيو. وخليكم مع المقطع. التحدي الأول اللي معنا تحدي مباشر وسهل، بس تحتاج 5 أيام عشان تخلصه. والتحدي يقول قم باستخدام حلقات الهواء 5 مرات ولكن في أيام مختلفة. حلقات الهواء تلاقوها موزعة في الخريطة في 7 أماكن بالضبط. اللي لازم نسويه هو أنك تروح لأي حلقة هواء تلاقيها وتستخدمها، يعني تطير فيها. ولازم نسوي هالشيء في 5 أيام، تدخل جيم واستخدم حلقة هواء، ادخل جيم ثاني واستخدم حلقة هواء حتى لو عند نفس المكان عادي. ولما تسوي هالشيء 5 مرات بتكون خلصت التحدي. التحدي الثاني ما يبي لأي كلام، تحدي الهبوط. مثل كل مرة بيكون تحدي مراحل من 5 مراحل، يعني بتحتاج 5 أيام ومرحلة في كل جيم عشان تخلص التحدي. وفي المرحلة الأولى في الجيم الأول لازم تنزل لمدينة سنوبي شولز الموجودة على يسار الخريطة، وهي المدينة اللي أنا دائما أروح لها في الأرينا أحس فيها حظ. انزلها على طول من الباص، لا تروح لها مشي أو بالدراجة. المرحلة الثانية قم بالهبوط في المزرعة فتال على طول من الباص ولين ما تنزل في المزرعة. المرحلة الثالثة قم بالنزول في مدينة ساني ستبس الموجودة في المنطقة البركانية. المرحلة الرابعة قم بالنزول في مدينة دست ديفوت الموجودة في نص الخريطة بالضبط. والمرحلة الخامسة والأخيرة قم بالنزول في مدينة هابي هاملت، وكذا تكون خلصت التحدي. التحدي الثالث سهل ومباشر، وتحديات الأسبوع هذا مرة سهلة. التحديات تقول لك خلصني، قم بقتل 3 لاعبين إما في مدينة ساني ستبس أو مدينة شفتي شافت. انزل لواحد من هالخريطتين ولازم تقتل 3 لاعبين فيهم، وعادي في جيم واحد وعادي في اكثر من جيم. ولو ما قدرت روح للطور الجانبي مثل تيم رامبل او خلصها بشكل طبيعي. اهم شيء تقتل 3 لاعبين بالمجموع في ثانية او في شفتي. التحدي الرابع قم تدمج اللاعبين بمجموع 500 دمج باستخدام المسدسات بانواعها. تدمج يعني لازم تضرب اللاعبين، يعني تنقص الهيلث اللي عندهم باستخدام المسدسات. والمسدسات 4 انواع، اول شيء البستول العادي تلاقيه في كل مكان، يمكن حتى في بيتكم من كثر ما هو موجود. ثاني سلاح البستول الكاتم، نفس البستول العادي بس كاتم، يعني ما يصارخ لما تستخدمه. ثالث سلاح هو الدبل بيستول، مسدسين جنب بعض. السلاح الرابع والاخير اقوى واحد وهو مسدس الديجل. شيل اللي يعجبك من الاسلحه ودمج فيها اللاعبين ضدك بمجموع 500، وانصحكم اكيد بطور تيم رامبل. التحدي الخامس تحدي زياره اماكن، لازم تروح لثلاث اماكن بالضبط. قم بزياره هاتف عملاق وبيانو عملاق وسمكه راقصه عملاقه. وبالنسبه للسمكه ادري ان الترجمه شوي بيض بس هم كاتبين كذا. وعلى فكره تقدر تخلص التحدي في جيم واحد او اكثر من جيم على راحتك. اول مكان الهاتف العملاق في 2 مو واحد، واختار اللي يعجبك وروح له. واول مكان موجود قريب من فتال المزرعه بتلاقي التلفون العملاق وقرب منه، بتكون كذا اخذت نقطه. او تقدر تروح للثاني الموجود على اخر الخريطه قريب من ذا بلوك. التلفونات هذه استخدمناها في تحديات السيزون الماضي. المهم روح اللي يعجبك وخذ اول نقطه. ثاني نقطه لازم نروح للبيانو العملاق، واللي تلاقيه في خريطه لون اللوج على الحافه بتلاقي البيانو العملاق هناك، قرب منه وبيحسب لك ثاني نقطه ويتبقى مكان واحد. المكان الثالث والاخير السمكه الرقاصه، بتلاقيها في البيوت اللي قريبه من ميجامول، قرب من السمكه وتكون كذا جمعت 3 نقاط. واذكركم ان تقدروا تروح الاماكن بالترتيب اللي تريده، وعادي في جيم واحد وعادي في اكثر من جيم. التحدي السادس كمان سهل، قم بفتح 3 صناديق في 3 مدن مختلفه في نفس الجيم. اللي لازم تسويه انك تروح لاي مدينه في الخريطه وتفتح صندوق، وبعدها تحرك بسرعه للمدينه الثانيه وتفتح فيها صندوق ثاني، وفي الاخير تحرك لمدينه ثالثه وتفتح صندوق ثالث. ولو سويت هالشيء في جيم واحد بتكون خلصت التحدي. الاماكن اللي لازم تفتح فيها صناديق هي الاماكن اللي عليها اسماء في الخريطه. ولو تريدوا نصيحتي انزلوا في البدايه لمدينه ذا بلوك وافتح صندوق هناك، وبعدها حركوا على طول لمدينه جنج جنكشن وافتح صندوق ثاني، وفي الاخير روح للمقابر هانتد هيلز وافتح الصندوق الاخير، لان الاماكن هذه قريبه من بعض وعلى الاغلب ما بتلاقي لاعبين لو تهل اماكن. التحدي السابع والاخير اقول لكم الحين انه مره سهل، وطول تيم رامبل بيساعد لو ما قدرته. بيكون تحدي مراحل، 3 مراحل بالضبط. وفي المرحله الاولى المطلوب منك انك تقتل لاعب واحد من مسافه 50 متر او اكثر. مسافه 50 متر يعني 10 ارضيات تقريبا، مسافه مو بعيده وما تحتاج اي سنايبر، تقدر تستخدم اي رشاش تلاقيه. وفي المرحله الثانيه المطلوب منك تقتل لاعب واحد من مسافه 75 متر او اكثر، يعني مسافه 15 ارضيه، وحتى هنا تقدر تستخدم الرشاش او السنايبر. بيفتح لك المرحله الثالثه والاخيره، قم بقتل لاعب واحد من مسافه 100 متر او اكثر، يعني مسافه 20 ارضيه، وهنا السنايبر بيفيدك، وممكن حتى بالايار لو تصويبك حلو. مثل ما قلت لكم روحوا لطور تيم رامبل. تذكير مره بسيط اللي حاب يدعمني هو كود المتجر سيو، كثير سحبوا على الكود لو انكم حابين تدعموا القناه، فاكبر دعم هو الكود. وبالنسبه لتحديات الفورت بايت مش نايت، الفورت بايت للحين ما شرحتها لاني انتظر انها تكمل 10 اماكن وبعدين بسوي لها مقطع عشان يكون كله اسهل وبدون تعقيد. اذا خليكم مستنيين المقطع لما تكمل 10 اماكن وبشرح لكم كل شيء عن الفورت بايت.
وبالنسبه لبنال السريف صار شيء مره غريب، اتوقع اللعبه سحبت على الموضوع، رحت التسريبات ما لقيت اي صوره عن شاشه الانتظار الاسبوع الثاني، وما في اي معلومات عن البنر، في يمكن اللعبه بتصير تنزل في اسبوع نجمه وفي اسبوع ثاني ولا شيء، ما ادري اظن كذا. المهم لو صار اي تغيير راح اسوي لكم مقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك لو ما شاركته. اشوفكم المقاطع الجايه ومع السلامه.